ارجعوا لورا، ما بدي اشوف ولا حدا منكم، ارجعوا ارجعوا عملكم، حاسر تضحكوا علي. اذا نزلت سلاحي رح تكمشوني، انا متاكد ما رح نزل سلاحي. هل هي معروفه هويه المسلح؟ يا جماعه يا جماعه ارجعوا لنا لورا، ما بصير تخلصوا من كنتون يا جماعه، اهدوا الكل لورا، ارجعوا لنا لورا يا جماعه مشان ما حدا يتأذى. نزل الكاميرا، نحن رح ندفع لك حق البنزين، بس انت اهدى ونزل سلاحك. عمل لك انت تعالوا امسكوه، بدك طول بالك، نزل سلاحك، امسكوه. كفيبه انا ما عاد فيني اتحمله، زودت كثير. لك مشان الله حدا يفهمني، لك شو عم يعمل هاد؟ اتركه، هات السلاح، نزل سلاحك، هات السلاح، هاته. خلاص بكفي بقى، قيادة عندك هلا، يلا اعمل شي. لا تشغل بالك، رح اعمل لك. هاته عمل له صفر اثنين، سدد على الهدف. اعطيني سلاح. بس لك الكل بعض حدا بيأزر أمر اطلاق بهذا الوضع؟ ممكن تقولوا عاكف بيصيب الإبرة على بعد كيلومتر؟ ايه؟ خليه أوصل. الله عمل لك بدنا نصور، ورح عمل لك هاته. سيبه ارجع لهون، خدوا منه المسدس بسرعة بسرعة قبل ما يعمل شيء. رح احرقكم كلكم. سكا هات. من الصقر اثنين للصقر واحد، هدف غير واضح، ما عم بقدر حدده، والبنزين بكل مكان. ما في قدامنا حل تاني، انت اقرب شي للهدف. اعمل لك هاتو. من الصقر ثلاثة إلى الصقر واحد، أنا أقرب، بدي أمر الإطلاق. سلبي صقر ثلاثة، الإطلاق عن صقر اثنين. اتركوني، هات اتركوني يا ملكن. مدام هيك فسطور يا يا رب يكون بعون عاكف، دخيلك يا رب. لازم تنتهي القصة. قبل ما حدا من الموجودين ينسى. لا تخلوا حدا يقرب يا شباب، ما اسمحوا للإعلام يقرب لهون. ارجعوا لورا، ما حدا يصور، طفي الكاميرات، طفي الكاميرات. بس 10 صور ممنوع تصوير، ممنوع. ارجع لورا، ارجع لورا. ليش ممنوع؟ ما بصير هذا الكلام، ممنوع تصوير. كل العالم لازم تعرف هذا الشيء اللي عم يصير، ما بدي حدا يقرب لهون، ممنوع تصوير. ارجع لورا، بعد العالم لورا، ما حدا يقرب، الكل يرجع لورا. طب البنزين يا جماعه، ارجعوا لورا، ارجعوا لورا. رح لا تصور، انت رح تروح حالك. نحن بحاجة لنصور، نحن بحاجة لنكون في مكان الحدث، لازم الناس تعرف شو عم بيصير. ما بعرف، خلص انت الثاني بقى. انا اوامر، ما نخلي حدا يصور، ارجعوا لورا. اذا بس رح تروح لورا، بدنا نسعف على مكان الحدث. انا ما رح امشي لورا اذا بتفيدوا. ألف حمد وشكر لك يا رب. شو صار لبيتنا بابا؟ بيتنا رح يرجع أحلى من قبل بكتير، لا تهكلي هم. يعني رح نرجع ونعيش مبسوطين؟ ايه طبعاً يا بنتي، توعدني؟ بوعدك يا عمري. وبنروح عجنينة؟ ومنروح عجنينة. وامي كمان بدها تروح معنا عجنينة؟ اكيد بتروح، معقول نروح بدون امك؟ يا سلام، ورح ناخد معنا اكلات طيبة، ورح ناخد معنا اكلات طيبة كمان، انبسطي. بابا حبيبي.
شو صاير معك انت؟ والله جسمي كله بنزين وحاسس ريحتي طلعت. يا عين طلعت البنزينات ببلاش، هلا فيك تمشي كم يوم بدون ما تدفع ولا ليره. بلا هلا غلاصتك، دير بالك على حالك احسن ما خليك تمشي ما تعرف الاول من اندري. الاندري؟ ايه شبك. انا ريه اسمه يا ابني، انا ريه. عجبتكم ولدني انت وياه؟ هذا الواطي باشا كان مستقصد عاكف وعم يحاول يستفزه لحتى يغلط. التافه كان في شي براسه بس ما عرفت شو هو. عطول في شي براسه اساسا، واليوم بعد ما استلم القياده اخذ راحته. سألوني لإلي، أول ما شاف الكاميرات حسيت تحولت العملية لبرنامج تلفزيوني. الله ستر لو احترقت الجازية شو كان صار يترى؟ قدام عدسات الكاميرات كانت النار رح تاكلنا. مستحيلة ستكون النتيجة إيجابية دائما، أليس كذلك؟ ليك الحق معك. إن شاء الله لفة هلا مو ناقصنا، يعني مو ناقصنا نفضح قدام الكاميرات هلا ماشي؟ العمليات الخاصة مؤلفة من الناس المميزين. لا تاكل هم، هلا أنا ناطر الكاميرات بس ليروحوا. وإليف خانم واحدة من الشخصيات المميزة. ليش أخي؟ شباب حابين يربوا باشا بس ما بدهم هالشي يبين قدام الكاميرات. تسجل اخي، تسجل كل شي، منخلي معلمي صالح كمان يتفرج. ايه لك لو كان معلمي صالح ما كان هذا التافه يقدر يرفع راسه. ليكو يا جماعه نحن فرقه واحده. بس اخي مو انت اللي قنصته للزلمه من بين الكل؟ حلال عليك والله. صدقني والله ما بعرف، الله وفقني فيها. ايه والله. هلا اخي انت كنت انصب بايده ولا قوصت هيك وين ما اجت تجي؟ ما هو هذا السؤال؟ تعرفوا هاد التافه لازم يقوم يدعي له العاكف، لانه لولا يعني كنا تبهدلنا هلا. ولو هذا واجبي. ولو اخي هذا يعطيك العافيه. شكرا للوقت اللي اعطيتونا اياه. اخي هلا هذا شو مشكلته يعني؟ خلص بعدين بحكي لك. ليجي وقتها اكيد رح تعرف كل شيء. خلينا نجمع كم ليره لهالدرويش اللي كان هون ونبعتهم لعيته. باين وضعه صعب. هاي هدول مني.